صغيرة تعرفونها يا أحبة، تلك الموجودة على مبعدة من بيت العائلة القديم وبالقرب من مقام الشيخ الإلواحي، ذلك الذي لا تعرف له شفاعة على وجه الدقة، أريد أن أدفن حيث يمكن لي معرفة النائم بجوال. لا أحب أن أحيط بي مجهولون. لن أعيش دنياي الأخرى وسط أغراب، كما أني لا أحب أن أبقى وحيدا حين أموت. حتما لن أضيع دنياي الأخرى في معرفة أناس جدد، أقصد أرواح لموتى جدد. يكفيني معرفة أضاعت عمري الأول في الدنيا. هنا أريد أن أكون على سجيتي. سأصحو عندما أريد دون منبه قذر أو زوجة حنون. تبدأ بالنفخ في شعري، ثم تصطادني بريشة مضمخة بأطر وحيد نثرته بحس أنثى منزعجة وقلقة وعلى سفر للتأكد من إخلاص المشكوك. بالطبع سيكون جسدي له رائحة الشيخوخة الكثيفة، وبين مساني تنتشر رائحة دواء ومرض ورشح موت. وتلك العطور التي سكبوها على جسدي المسجى بين أيدي المغسل وأقرب أهلي لقلبي ستزيد اكتين بلة. لن تقضي بأي حال على روائح الشيخوخة والمرض والموت. تنزل تعليقاتكم وتنتوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. القطعة النثرية من الشعر أو الشعرية من النثر، تبدأ هذه المجموعة العذبة التي تمزج لغة وموضوعا الرهافة والقوة في آن معا، والتي من فرط طزاجتها تمنيت لو قرأتها كاملة عليكم. يتجول بنا القاصر الروائي الكبير سعيد نوح في هذه المجموعة الصنف حكاية الملاك والصبية، التي تعترف من التاريخي والمقدس والأسطوري لتصنع خيالها الخاص الواضح وضوح الشمس، الغامض غموض السحر، لتكشف لنا الأسرار عن الحياة والموت، الدنيا الأولى والدنيا الثانية، الموت قبل الحياة والحياة بعد الموت، المخلوقات التي نعرفها جيدا وأولئك الذين لم نعرفهم أبدا، السماوي والأرضي وما بينهما. تضرب بساط في مغامرة اللغة وأخرى في مغامرة الحكي، لتقف ساطعة على أرض الكتابة التي يتعذر أن تمر مرور الكرام. صدر للكاتب الكبير سعيد نوح العديد من الروايات والمجموعات القصصية، منها تمثال صغير لشكوكو، أوراق العربة الجنوبية، كلما رأيت بنتا حلوة أقول يا سعاد، دائما ما أدعو الموتى، 61 شارع زين الدين، ملاك الفرصة الأخيرة، أحزان الشماس، وكشك الأورام الفائزة بجائزة ساويرس عام 2018، وغيرها من الأعمال الروائية والقصصية الهامة.